السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم على طلب المتابعين، طلبوا مني اني العب سولو سكواد ونزلكم جيم. نزلت صورت اول جيم، فللاسف الشديد كانت ذاكرة ممتلئة لاسباب. هذا السبب انه ما انحفظ الفيديو كامل، انحفظ الفيديو بنص الجيم، يعني بنص الاخير حافظ الفيديو وبنص اللي قدامي مو محفوظ فيه. راح احط لكم مقطع قصير من هذا الجيم مشان تعرفوا اني صورت لكم اياه، وبس للاسف انه الفيديو ما انحفظ كامل هيك ما نشرته، فاضطريت اني صور جيم تاني سولو سكواد ونزل لكم اياه اليوم. فاتمنى انه يعجبكم الفيديو، واذا كنت اول مره عم تتابعني لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديده وفيديوهاتنا السابقه، ويعني ما تنسوا تدعمونا كمان، يعني تحطونا لايك على الفيديو، تحطونا كومنت حلو، تعملوا شير لاصدقائكم، تنشروا الفيديوهات بين بعض لحتى نحصل على عدد كبير من المتابعين ونوصل القناة 100,000 مشترك بفضل الله ثم بفضلكم. وراح احط لكم مقطع من حسابي، راح اصور حسابي كمان، راح اعرض حسابي للبيع لاسباب خاصة، وحاليا احتمال ما بعرف كيف ليش ليش شلون، فاحتمال اني ارجع على سوريا بعد فترة. فحاليا هذا الشيء حاطه ببالي، راح بيع القناة، احتمال بيع القناة كمان، وراح بيع الحساب اللي حاليا لأسباب خاصة وظروف خاصة. فاللي حدا حابب يشتري الحساب في يتواصل معي على الانستغرام، تلاقي رابط انستغرامي بصندوق الوصف، وراح احط لكم كمان رقم الواتس كمان اللي حابب يتواصل معي. فلهذا السبب راح بيع الحساب، وحاليا بطلت الدراسة، راح لاقي شغل اضبط وضعي شوي، احتمال عن قريب لمدة فترة، احتمال حسب الظروف، اذا بيتصلح الاوضاع اللي عندي هنيك بظروفي الخاصة اللي بسوريا، اذا يتصلح احتمال ما ارجع، بس اذا بيضل هيك راح ارجع لسوريا. فحاليا راح احط لكم فيديو مقطع قصير من اول فيديو اللي صورت لكم يا سولو سكواد واللي ما انحفظ كامل، وراح احط لكم فيديو عن حسابي وسكنات اللي عندي كمان. اليوم حطيت تقريبا 28,000 شدة، تقريبا حوالي 20,000 شدة فتحت فيه سكنات، راح نزلكم الفيديو بكرة كمان. فاللي حابب يشتري الحساب في تواصل معي، او اذا حابب تعرف حدا بده حساب كمان تواصل معي ونتفق على السعر وكل شيء على الانستغرام. هلا بترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة والسلام عليكم. نبلش لكم بالسكنات. طبعا عندي هذا اللبس اللي يطلع لي، المهم هذا باقي اللبس اللي عندي. هذا كمان لا، مو هذا اللي طلع لي امبارح، طلع لي واحد تاني. عندي لبس كتير، هذا اللي طلع لي امبارح هون، هذول عندي رأس الفارة، نظارات، هذول عيب الستر. عندي هدول خواز، عندي هدول الشناتي الصفراء، وهذا أسلحة، عندي هدول طاوات، عندي هاد، عندي هاد، عندي هاد، عندي لون سكار ال 16، عندي سكار، عندي هدول سكار، عندي هذا مطور للليفل الثاني، ما اعرف الثالث، لونفور عندي هذا مطور،
عندي الكار هدول، عندي 24 هاد، عندي الأم 4 سكنات. كيو بي او عندي 3. سيارات عندي هدول تندر. الرقصات عندي هدول. مظلات عندي هدول. سكواد البني شرحون ما عاد إلنا حكي، بس شوف لعب التكتيك واسمع لي صوت البكي. سكواد الحار سكواد المعاقب، بدك تتحدى ايه تحمل العواقب، خالف المسؤولية إذا صابت إفراط، شعور بالفشل كآبة وانحطاط. لحومني شو بساوي، أنت اللي تحديت لو كنت مكانك حالي بهالموقف ما رميت. سكوادي قادر إنه زلزلك أرضك خليك مجنون. يو
تعال انت تاني تعال. امبارح صورت جيم حلو، اخر شي بيطلع لي محفوظ نصه. ليش هيك عم تمشي يلا؟ فنش تعال فنش تعال تعال فنش فنش هاك فنش 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 يلا فنشكم كلها فنشكم كلياتكم يلا يلا فنشكم ولا يهمك تفنيش فنش بس يلا بالرواق بالرواق
وين 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 الشعب العربي وين وينكم يا ناس؟ الو الو انا وين طاحش هيك؟ تسرق لي كل ليش؟ جايك بالسيارة
حاجتكم امبارح حاج.